معكم محمد ابو ريدان محمد، اليوم جعلنا لكم فيديو جديد. يا سلام، مع جليل جيمر فري فاير روم. اللي ما يعرفش روم هو زعما كيما انا قاطر جليل. هذا نور جليل، شكون هو الملك؟ ايوا راح اجلدك جلد وربي لو وريك. نزلي بس نزلي. اوكي خلينا نتفاهم. شوف، اول جيم من دون بوكسات، اكيد بالبوكسات من دون اسلحه. نعم، سلاح ليتي انزعوا. صح، اتاني سلاح ينزع دروك، اتانيك انزع. واو اجل راح انزع زي ما تشوفون يا مشاهدين. انزع حتى الرصاص، وزي ما تشوفوا يا مشاهدين راح اكسر الرصاص تهد. راح اجلدك بالبوكسات. لا تعيط، لا خليني احط في راسي. فينك بس؟ تعال وريلي. اوكي ليتس جو. وربي لو وريك يا فاشل. راح اجلدك جلد. وربي بس اشوف. تعال بس تعال وريك. شفتك؟ لا. شوف الخوف دايما كل ما نلعب. ها شوف، انا ما بخاف، انا نارك باغي تموت. نارك شوف علي تشيكا تشيكا بوب بالي تشيكا تشيكا بوب الي. بس وقف بس. هدا يا ابني. فيرست بلايد. عندك بس الدخل. اوكي واضح ان الجليل تحسن. جليل جايبا تحسن شويه. وربي لو وريك فاشل هو ده من يوم اللي صح. راح اجلدك اوريك بالبي 90 وراح اجلدك باش قادر اشري بي 90. اوكي متفاهمين انه ما في شوتجن وما في سنايبر لان لي خاطش انا دائما اربح بالسنايبر بالشوتجن. على جالا كتفرمه يعني اعرف العب بالشوتجن، لكن الحكومات لا يجب ان يكون شدن. نصيحه مني عشان ما في لعب كمبره. من كمبر على الاقل انا شجاع شويه، تاكل من ضربك بوكس تهرب. علي اربح تقدر. بس اوريك اوريك وربي لو اوريك. تعال بس اجلدك. وراك ابلع 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 ابلع. وربي وش عنده وش عنده؟ لا ما لحقش ندي صوالحه. ديت منك درع. ما انا اصلا ما شريتش الدرع. ايوا شريت دروك البي 90. البي 90 الذي لا يقام. تفهموا؟ شن تفهموا؟ اعطيني البي 90. انقلع توكل. كاميرا ووا كاميرا ووا انا باشا ووا. اوكي بس انا بستطيع اجلدك من بعيد. انا شريت اي كي برك. انا شوينو اي كي هذا؟ ان ان صح. جليل اسمك هالاند؟ لا اسمي ام جليل. ام جليل الخريطة. اسمي اكبر مفنش في تاريخ كرة الارضية. ربي لو وريك. نسيت بلي عندي شكون؟ العمك. اصلا لو تدمجني من هناك ما راح تدمجني كثير. انا اوريك. ايش ده؟ انا اوريك بس انا اوريك. طبعا اللي ما تعرفوا ام جليل جيمر نوب. نوب فري فاير. ام جليل جيمر اكبر مفنش في تاريخ. حاسه شجاع. مش ريت تلجا. احسن لو شريت تلجا يعني انت سدنهين في عداد الموت. انا اوريك فجرها. انقلع كيف هتديها كيف؟ انا اوريك انا اجلدك. راح اجيب ثلج درهم. جليل اعطيتك فرصه، عاود شريت بي 90. انا ثاني شريت بي 90. جليل تعرف شو راه همي؟ شو همي؟ بلي اجلدك وكسر راسك. انت بتجلدني وكسر راسي؟ انا بعلم عليك. انا اوريك متابعينا اوريه من هو محمد. شوفون لو توقعون اني راح افوز اضغط لايك، واذا توقعون انه هو راح يفوز اضغطوا اشتراك. طبعا من اللي راح يفوز؟
اوكي انا بس اجلد من بعيد انا. واه تجلد من قريب انا اوريك. بس فينك بس فينك احسن. اي يا جليل على تلعب سكايلر ها تلعب سكايلر. اوكي واضح ان جليل جيمر راح يفوز. اوكي اذا تبون الجزء الثاني منها اضغطوا زر اللايك بس واذا تبون اجلد هشلت. اوكي اتحداك دحين بس هيت شوت. اتحداك تجيب نسر الصحراء وتثني بس هيت شوت وانا ايضا راح اسويها. اشريتش نسر صحراء. اشري ايزي نشريلك اصبر نشريلك غيره بس ما تقتلنيش. لا ما تقتلش انا قاعد بيه جالي بس اديرو قانون. شنو قانون؟ ما تقتلنيش كرو ممكن ديت بي 90 بخوف هكا صار. لا انا ما ديتش ندي بي 90 اروح برا برا راني هنا صح. اصبر ردي ندير الحس. شفتك 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 غيره. هي هنا صح. استني كديته بالخفاقة فهم. يعتبر هذا غش عادي. اوكي ليتس جو ليتس جو. اوكي اصبر قرع ولا لا قرع توكلي حمارة. جلي نعطيك هدية. تصبر ولا لا؟ انا اصبر. اوكي ليتس جو دحين. اوكي واو. اوكي زي ما تشوفون طبعا كاين وحده ابو كلب حمار ما منها ولا فايده جات. اوكي هو غدرني وقتلني. جات نعطيك هدية تخليك تقتلني. انا ما بسمح لك انك تقتلني. ما عندي تجي. ابلع بس. اوكي انا اوريك. اوه اخر جولة. اذا تتوقع انا نربح اضغط لايك واذا تتوقع ام جليل الودي يخسر اضغط اشتراك. انا اوريك الحين. انا بجلدك. انا اوريك بس تعال انزل لي بس بعدين اشتري كل شيء. ايش غدرتني دالحين؟ احسن خدش هذه خدعة يا جلولة. بس وقفت دقيقة بس راح كتني. هذه خدعة يا جلولة. عندي سلاح من قريب وعندي سلاح من بعيد. أوه لوز اللوز. أي. اوكي اكتبوا لنا تحت في التعليقات تكتبون الفيديو القادم راح يكون راح نصوره. وإذا تبوا أجزاء من فري فاير روم اضغطوا لايك. أيوة أنا أوريك. بس اصبر دقيقة خليني هي. حتى انا خليتك ما خليتنيش. انا حسيتني دي تحرك. انا اوريك. صبر زون موت في الزون. لا ربحني ام جليل جيمر. ما تنسوش اللايك واشترك بالقناه. مع السلامه. للاسف ربحني ام جليل جيمر. وكذا يعجبكم ان شاء الله يعجبكم الفيديو توصل لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان في كل زمان. ولا تنسوا تدعوا الان غزه فلسطين ان شاء الله ربي يسلكهم واشتركوا في قناه ام جليل جيمر. السلام.